نشوطوا القريب ولا طول البارتيدو باش نكون على الفريق. من خلال المناسبة هذه أنا بنقول لجمهور الوصل أن احنا جاهزين ونفوزوا لجميع المباريات اللي بتواجهنا في المستقبل. Just ask you, what has impressed you the most in the past few weeks, the time you spent working with the players? شو أكثر شيء يعني حس هو بالتعامل مع اللاعب؟ أكثر شيء يعني حس إنه أكثر شيء جذبه من اللاعب أو من العمل مع اللاعب؟ أوكي كلام برسونال وماس تبخندو كل أسبوع. Lo que más me ha impresionado es que se adaptan a un tiempo terriblemente caluroso y que corre mucho más que la pelota y que tendrían que combinarlo mucho mejor y eso tratamos de juntarlos, que no corran tanto y que hagan circular más la pelota. طبعا الشيء اللي جذب هنا في اللاعبين هو يعني كيف عطائهم داخل الملعب وكذلك تأقلمهم مع الجو الحار ان هم كيف يعني يبدوا في مجهود داخل هذا الجو وكذلك يجروا يعني حاولوا ان هم يعطوا يجروا اكثر من الكره داخل الملعب. الشيء اللي حاول المدرب ان هو يخلي اللاعبين يعني يوفروا طاقتهم بحيث ان هم ما يجروش كثير داخل الملعب ويحاولوا يخلوا الكره هي اللي تجري داخل الملعب يعني بحيث ان هو يحافظ على الطاقه والعطاء بتاعهم. No dejaré de intentarlo, para que los jugadores se diviertan adentro de la cancha. ونبي اللاعبين يعني انهم يتمتعوا داخل الملعب بحيث انهم يلعبوا الكرة ويخلوا الكرة هي اللي تجري داخل الملعب. You've been here for a few days now. I'd like to know how what you're doing is outside football. You've also got your license now. Have you tried driving on the roads here? Dice que ya está instalado un tiempo acá. Como usted pasa el tiempo fuera de la cancha, fuera del entrenamiento, ¿y ha probado conducir, manejar el coche aquí o todavía? No, ayer hemos ido a sacar el carnet de conducir. طبعا اول امس رحنا واخذنا رخصه قياده وسوينا امتحان رخصه قياده. Y todavía me manejo con la ser, así que él me lleva a todos lados y me lleva y me trae al entrenamiento. Estoy contento. إلى عند الآن الأخ ناصر هو اللي يقوم بقيادة السيارة وهو يرفع فيها في جميع الأماكن ومن الفندق ومن الهوتيل أو البيت إلى النادي وإلى أماكن أخرى وأنا سعيد جدا يعني ما عنديش ولا مشكلة. كم قصة تيمبو فورا دي من فورا التيمبو لا Estoy con mi mujer en el hotel, miramos mucha televisión, hablamos mucho por teléfono, estamos permanentemente pegados al Skype mirando a Benjamín cómo crece. طبعا انا كم نقضي في وقتي خارج الملعب مع زوجتي داخل البيت ونتفرجوا على الافلام ونتحدثوا كثيرا بالهاتف وايضا نحاول نستعمل السكايب بحيث انه ينقل لنا في صوره بنجامين اللي هو حفيدي ونين نشوف فيه يعني كيف انه هو قاعد يكبر شيئا فشيئا. Y hablando permanentemente de fútbol con mis colegas, con el negro, con Roberto, también con Javier, queriendo siempre mejorar cada día la calidad de entrenamientos de algo así. وكذلك خارج الملعب اتحدث كثيرا مع معاويني مساعدي وريكي وروبرتو وخافير بحيث ان احنا كلنا مع بعض نحاول كيف نحسنوا من مستوى ومستوى اللاعبين والفريق الوصل بشكل عام. Me han contado que hay muchas cosas lindas para ver en Dubái, pero perdón. Me han contado que hay cosas muy lindas para ver en Dubái, pero primero quiero acomodar al equipo. Cuando acomode al equipo, cuando el equipo entienda lo que yo quiero dentro de la cancha,
ahí sí voy a poder salir a cenar, a poder salir a cenar con mi mujer, o tal vez, si viene Benjamín, llevarlo a ver los delfines. Ahora no tengo tiempo para eso. طبعا في الوقت الحاضر يعني الكثير يحكي لي طبعا على اماكن جميله هنا في دبي، لكن في الوقت الحاضر انا اهتمامي اكثر شيء كيفيه تحسين وضع الفريق، وهذا جل تركيزي، وان شاء الله لما في المستقبل نحس ان الفريق يعني تحسن وكان بشكل جيد وكل شيء، هذا الوقت يمكن اني نفكر اني نروح يعني نطلع العشاء مع زوجتي مع زوجتي، وكذلك لما ياتي حفيدي بنجامين الى دبي نرفع ان شاء الله نوديه ان هو يشاهد الدلافين هنا في دبي. So hopefully when Benjamin visits to Dubai he wants to take him to the dolphinarium and to watch the dolphins and similar. Okay, thank you very much. Thank you. مرحبا. 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 اللي الحين صار هداف الدوري البريطاني في التجربه الاولى تاعو كيف يقيم هذه التجربه وهل الاتصال معه يعطيه بعض النصائح؟ me da mucho placer porque es el marido de mi hija. Y es el padre de mi nieto, de lo que más quiero en mi vida. Pero esto yo lo hablé con Mourinho hace mucho tiempo. Yo le aconsejé a Mourinho al Kun. Y Mourinho no se lo llevó. Hoy el Real Madrid con el Kun le podía pelear hasta incluso a la par al Barcelona. Hoy el Real Madrid sin el Kun, el Barcelona tiene mucha ventaja. Y por supuesto que el City se llevó un jugador con muchas ganas, un jugador joven, un jugador que lo está demostrando en Inglaterra, que la juventud que tiene la está volcando dentro de la cancha como un viejo experimentado, porque no es fácil tumbarlo, no es fácil sacarle el balón y encima está haciendo de a tres. طبعا لاعب اجويرو زي ما قلت لكم بداية انه هو الشيء هذا يشرفني لان هو زوج ابنتي والشيء هذا انا سعيد به، وزي ما تعرفوا انا حاولت اني ننصح مورينيو بضم اللاعب اجويرو، لكن ما ريال مدريد ما ضمش اللاعب هذا، ولو ريال مدريد استمع لنصيحتي وضم اللاعب لكان الريال يعني بخير مع اللاعب هذا يعني يكون يعني بند عنيد لفريق برشلونه، هذا اللاعب اللي يحتاجه فريق ريال مدريد في الوقت الحالي. وشاهدنا يعني مانشستر سيتي انه استدعى اللاعب هذا وضم اللاعب اجويرو، وخلال الانضمام لفريق مانشستر سيتي ادى بشكل رائع، لان اللاعب هذا يمتاز بخصائص عده وهو السرعه وكذلك يعني حركته السريعه بالكره وعدم الامساك به، والشيء هذا يثبت فيه قاعد خلال المباريات مع فريق مانشستر سيتي، والمباراه الاخيره يعني يحرز في كل مباراه بثلاث اهداف، وهذا الشيء يعني خير برهان عليه. Por último, quería decirle a la gente de la Wassel que se quede tranquila, que estamos trabajando bien, que tenemos buenos jugadores, que tenemos hombres y que vamos a sacar esto adelante. Que no tengan ningún temor porque el Al-Wassel va a estar en la pelea. طبعا نحب نوجه رسالة أخيرة لجماهير الوصل أنهم يكونوا مطمئنين ويكونوا يعني مطمئنين للفريق وما يكونش عندهم أي تخوف، لأن عندنا لاعبين جيدين وبالأحرى هم رجال، وإن شاء الله في المستقبل حيحاولوا يحصلوا على أحسن النتائج خلال الفترة المقبلة ويحصلوا عليه. He just wants to reassure the fans once again that the Al-Wassel has a great squad,
They're full of amazing players with great skills. They all have amazing ethics and amazing ambition. They're all very good men that want to achieve, and you want to just tell the fans to just rest assured them that there will be a lot of success and a lot of achievements with Al-Wasl this year. Thank you very much again for joining us. Okay. Thank you very much. Gracias. 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 Gracias.